قبل ما تفلت لي كما كدير العمه ديالي الله يرحمها، ياك مار ما يطول عظم ديال الكتف ديال اليمين ديال الاخر، لان هذاك العظم تسلكوا به تتقاف الدريات اللي كانوا متقفين على الزواج، او الرجال متقفين على الزواج دقاب. اما ديال اليسر كيسحروا به، يعني العظم اللي يكون في الكتف ديال الاخر اياك وترميوه. تاني كاين الفولات نتاع الحولي، يعني حاشاكم القلاوي ديال الحولي، كاين اللي ما تعرفش الفولات بالعربي نقولها لكم سمعوني، لان قلتها له في القناه الاخرى او تلفو فهمتوا. هادو عندك ترميوه، واش داك مصر نتاع الشحم تاع بورور تاع كاين عندك وترميوه مين كيخرج الخمس حاشاك فهمتوا. والقديت شرحوه وملحوه كثروا له الملح على الكفر في السلك، وغادي نقول لكم الوصفه كي ديروا له. حنا غادي نجيبو قبل ما ديروا، انا خفت لزحق لي هذا، قبل ما ديروا كي سمي تحترميو هذاك العظم، والعظام كاملين غادي تاكلوا اللحم وترميو العظم. العظام ما ترميوهوش كاملين، غادي نشدو دوك العظام ديال الخرف ديال العيد كي ناكلوا اللحم، غادي نقسموه بالمنشار، كاين المنشار وتقسموه ترجعوه غير هكا صغار قطع صغير، تقطعوه 99 عظم كيسلككم تسقف هذاك 99 عظم. تعرفوا كي غادي نديروا لها، غادي نشدوها ونطيبوها مع الفيجل والعرعر هادو، ونصفيوهم وندوشو بيهم قبل ما ننعسو. الناس وهذوك العظام ندسوه ديما نبقاو نعاودو بيهم، هما العظام كاملين تاع العيد قطعوه كلشي كلشي لا اليسار ولا اليمين ولا كلشي باش تسلكو، ودسوهم تبقاو تسلكو بيه ولادكو وبناتكو. تاني كل مره ينوض السطاع ترميو تما مع الحرمه مع الساكته والمسكوته والكوزه ولا غير الكوزه الجوستيه، وترميو العظام تما باش يهجع عليكو السطاع مع ولادكو وبناتكو. احنا غادي نجيبو العظم ديال الكتف ديال اليمين ديال الخروف، غادي نجيبوه وغادي نرونوه مع الحنه. الحنه نكونو طاحنين معاها السانوش وعود القصد الهندي والفجل، نكونو طاحنينها مرونين مع الحنه ونرونو هذاك سميتو ونخليوه يبات الليل كامل. اللي بغات ديرها في الشمس لانه هو تاني كنسحرو به، اللي بغات ديرها في الكاميرا ديرها الكاميرا، واللي تخاف مسكينه من الجيران وكيزيدهم ولا ساكنين كيسميتها ديرها غا تما في شي فيديو كيسميتها. غادي تخرجيه الصباح، ومن غادي تخرجي غادي ترشي عليه باش نخرجوه يبس، لان بيت مع الحنه فهمتو. واللي بغات غير ترونه معاك كيسميتها تخاف وكيسميتها غير ترونه مع الحنه وتخرجه يبس فهمتي، تخرجه يبس. حنا غادي نرشو عليه السانوش تاني كلمة جديد حب، رشوا عليها الفاسوخ، رشوا عليه الجوي الابيض، ورشوا عليه الحرمل. واللي عندها حجرة النصر وحجرة الفك تطحنه، حجرة الفك ذكر وانثى وحجرة النصر تطحنه الشباك ومن الناس تطحنه وترشوا عليه ويكون يبس. واللي بغا ترشوا عليه حتى يبسو، وغادين هذاك نحركوه وتبخر به البنت اللي ما عمرها دار عليها شي واحد، ولا كتخطف وما كيدورش بها الخطه، او لا يجيو حتى الضا ويرجعوا فهمتوا، او لا تعقد مسكينه وكتفسخ الخطوبه لا راجل ولا امراه. زوين هذا كيجيبوا العرسان هاك، هادي لا خفت لا فوتها لكم لا ترمي ما ترمي حتى شي عطا فهمتوا. تاني كاين الفولات، الفولات كيشدوهم ويفتحوا وكيديروا فيه الساكته والمسكوته والكوزه، وتوكليه للراجل ولا الولد اللي عندك كيدير السطاع باش كينضبعو كتطبع بها الراجل فهمتي. راه زوينه تطحنو الساكته والمسكوته هي والكوزه هي الجوز الطيب، هي زوينه كيطبعو بها زوين. ما ترميوش المراره عمروها بالاعشاب زوينه، لان هي كتلبس والطحنه هي اللي كتري تساقط الشعر وكسبتها. كيقول لك خايبه ولا كسبتها، ما كان لا خايبه لا والو، هي كيسحروا بها وكيسلكوا بها. عمروها بالاعشاب زوينه، راه بخروا بها، راه من بكري غادي يقول لك حرام والخروف ديال العيد من بكري هما كيديروا في الحيوانات مع هذا الرسول وقبل الرسول فهمتوا. قبل الرسول الله يزيد كانوا يديروا هذا الشيء، ومن تاني كان زاد الرسول تاني فهمت، لا الحيوانات ديما كانوا يديروا فيهم فهمتوا، باش ما تقولوا السحر ولا يفلع السحر مع حيت انت راك سحار، عندك اللي في الدار سحر، على برا سحر، ما عرفناش كاع، لان السحر كاين في القران مكتوب، لان السحر حق والعين حق.
كتف تبخر به. زوين زوين بزاف تبخروا به البنت اللي عمرها ودار بها شي واحد، عمرها شخطبها شي واحد ولا تكون متقفه مسكينه. وكاين اللي يكونوا تقفوها وتزوجت وبقات عازبه مع الراجل ما يقدرش واخا تمشي للطبيب وكسميتها. تاني كاين هذاك يحل، قال لها راه 6 سنين وخمس سنين وما عرفتش لهادشي. هذاك تاني كاين الكتف كيحل، فهمتوا؟ تاني كاين دوك العظام تقسموها على 99 عظام، يا غير قطع صغار تقطعوه بالمنشار، فهمتوا؟ كل عظام ديال الكتف ديال سميته، وما ترميوهوش قدام الجيران ولا الاعضاء، لان يعسكم ويسحروا لكم فيهم. دم العيد يسحروا فيه، كل شيء يسحروا فيه، باش ما ترميوش هاد الحوايج، فهمتوا؟ راهو زوينين كل شيء. تاني كاين الدم دسوه راه فيه البركه، بكري كان يديروا لنا هنا في كيزبته، انا ما نشوفها ما ندور فيه، فهمتوا؟ الدم راه زوين، فهمتوا؟ قالت لك وحده راني سمعت شي وصفه قالوا لها ديري الهيدوره وديري فيها فيها لوبان الذكر وحكي على وجهك باش يحيد لك تشويه الجمال. عمر الراجل ما يسلم عليك، وحتى لا تزوجتي تكون عندك المشاكل وتطلقي. هي كي قلعوها كيديروها على داك الجلد باش اللي فيها الخلعه واللي كانت متقفه يدخلوها ويخرجها 7 مرات كيما كانت مجموعه، فهمتي؟ ما خاصهاش تقيس الوجه ديالك، فهمتي؟ بصح هذيك الوصفه كاذبه، كاع اللي دارت الوصفه نتاع الجلد نتاع الخروف نتاع اللي فيه اللحم ودارت فيها لوبان الذكر وحكت على وجهها تطلق وتكون عندها المشاكل، وهذه وعاقلوا عليا وغادي تقولوا قالها لنا العدو، فهمتوا؟ هاد الوصفه غادي نطلعها لكم زوينه نتاع الكتف اليمين ديال الخروف، هذه راه واعر، هذه عمتي نشتها بعيني كانت تديها للدريات وكانت يجيبوا لها هذاك تاع الكتف وكانت ديرو، كان عندها الجهد ديال العيد ولا عيد، بصح ديال العيد هي الزينه، فهمتي؟ هي كتخدم بالعطاء، كلشي الحيوانات كتخدم علاش؟ علاش عندي سحر الحيوانات وفك الحيوانات، فهمتي؟ كان بغي يكون مات عليكم واحد الوصفه ديال الكتف ديال العطاء، ديروها تسلكوا بناتكم وولادكم ما تتقهر، زوينه زوينه بزاف، واعره، كان بغي يكون مات عليكم. هذه هي الدار اللي راهو عاطينها لنا نتاع الناس، فهمتوا؟ هذه هي اللي عاطينا صاحبة المريضه، فهمتوا؟ الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات وتعيدوا تعاود. غادي نطلع لكم واحد الوصفه وما تنساوش العطاء، فهمتوا؟ وتاني كاين راكو تخطيتو الدم وجري من لهنا وجري من لهنا وطايع اكثر من نايض وكيزميته. تاني كاين بخر وبخور، تاني كاين المسك الاسود، الجاوي الاسود، السانوج الاسود، الحرمل، فهمتوا؟ هادو تاني كاين تبخروا به على كل شيء تسكن، لان حنايا خاصنا مرا عازبه يسيل الدم، ويلا دابتنا خاصنا يسيل منا الدم، وتاني كاين يدونا الكوسر يعطونا العمود يسيل الدم، وإلا مات الميت تاني كيدبحو الخروف ويسيل الدم، كلشي مسكون كي الكبير كي الصغير. تبارك الله عليكم.